شيء يعني مثلا يحرجني انا كثير انه بهاي الازمه مثلا في ناس دائما ينظروا على اني انا ما بتاثر يعني ما بتاثر لا على المستوى المادي او كذا، لا العكس تماما انا بتاثر، بس انا الفرق بيني وبين الاخرين انه الاخر ممكن يحكي يعني بازمته او مشاكله او وجع راسه مثلا، بس انا بطبعي ما بحكي، يعني انا انسان كتوم، يعني بمعنى كتوم اني ما بتحدث عن اوجاعي والامي واشياء، يعني دائما بحب يعني العلب بمعنى الهدف، ما بدخل بالتفاصيل، يعني بيهمني احكي الاخبار الخيره او الايجابيه، يعني ما بتحدث بهذا السلبي يعني. بس كثير في اشخاص يعني من الدائره الضيقه تبعي بالاخرين بيعتقدوا انه لا انا دائما قادر على تجاوز المصاعب او كذا، وفعلا انا قادر، عندي الاراده او عندي القدره يعني، بس كمان انا بنفس الوقت مثلي مثل الاخرين، يعني عندي مشاكلي ووجع راسي، عندي مطباتي، انتكاساتي لحد ما مراحل الانكماش، يعني في شيء هاد في بيظهر يعني مثلي مثل الاخرين.